فقلنا بتروليوم اكسبلوريشن هي عمليه تحديد مكان المكمن النفطي. النفط يتواجد بمكان اسمه مكمن او ريزرفوار. اكسبلور هي عمليه البحث. عمليه البحث تتضمن ثلاث انشطه او ثلاث فعاليات. اولا جيولوجيك سيرفي، المسح الجيولوجي. المسح الجيولوجي بحد ذاته شو يتضمن؟ يتضمن تحضير بعض الخرائط بواسطة الجيولوجي المختص بالنفط، يعني يتضمن تحديد أو رسم بعض الخرائط بواسطة الجيولوجي. أولا surface map. This map is prepared by measuring the surface feature such as elevation, depth, strike of outcrops and lithology change. Also aerial photographs are used to locate the most promising subsurface structure. This type of surface map is limited to shallow beds. إذا عملية رسم خرائط كنتورية أو عملية رسم خرائط تعكس بما موجود على سطح الأرض، على سطح الأرض بالمنطقة اللي يتوقع بها وجود النفط، من الارتفاع بالمناطق وانخفاض بمناطق أخرى، وكذلك يتم تحديد نوع الليثولوجي المنتشر بهذه المنطقة، نوع المكاشف للطبقات، ميل هذه الطبقات اللي هو يقع ضمن الدب. هذه surface map. عندنا نوع آخر من المابس هي subsurface map. subsurface map. subsurface map عادة ثلاث أنواع من الخرائط بالsubsurface. عندي أولا structural contour map. structural contour map. structural contour map composed of lines connecting the point of equal elevation above or below the datum. structural contour map عبارة عن خارطة تتكون من خطوط. هذه الخطوط يعني خطوط عادية، lines عادية، لكن هذه الخطوط شنو ميزتها؟ تربط بين الأماكن ذات الارتفاع المتشابه. هل هذا الارتفاع عادة يكون أعلى من مستوى سطح البحر مثل التضاريس السطحية، هي تكون عادة تكون الجبال أعلى من مستوى سطح البحر، أو أقل من مستوى سطح البحر يعني تحت السطح، اللي احنا كمهندسين نفط مهتمين بها، مهتمين بالتكوينات اللي موجودة تحت السطح. عندنا الايزوباخ ماب. الايزوباخ ماب composed of lines connecting points of equal bed thickness. بالخارطة الأولى structural كانت الارتفاع أو الانخفاض. الآن الايزوباخ thickness أيضا تتكون من lines تربط لي بين الطبقات المتساوية السمك، أو تربط لي هذه اللاينز تمثل سمك الطبقات. اللاينز اللي ترسم بها الايزوباخ ماب او الايزوباك ماب تمثل لي اللاينز اللي ترسم تمثل لي الثيكنس مال هذا البيت. عندي الكروس سكشن a form of subsurface presentation which depicts the position and thickness of various strata. الكروس سكشن يعني شكل مقطع عرضي، يشكل مقطع عرضي للتكوين اللي اريد ادرسه، او للصخور اللي اريد ادرسها، او للفيتشرز السبسيرفس فيتشر او سيرفس فيتشر اللي اريد ادرسها، ياخذ مقطع بها. ناخذ مقطع بهذه، عاده ما يؤخذ المقطع من الخرائط نفسها. و السكشن الفائدة منه هو ينطيني الثيكنس مال الطبقة، وكذلك شلون تمتد هذه الطبقة، يعني امتدادها وين تظهر وين تختفي. عندي يعني بعض الطبقات تظهر بمكان تختفي بمكان آخر، السمك يزيد بمكان يقل بمكان آخر. فهذا فائدة الكروس سكشن، ياخذ مقطع بالخريطة ويوضح لي مكان هذه الطبقات وامتدادها
وكذلك الثيكنس مالتها شلون جاي يتغير من منطقة إلى أخرى. هذه الخرائط عادة من يتم تحضيرها، هذه كل الخرائط اللي حكينا عنها من يتم تحضيرها. أولا ويل لوك، عمليات جس الآبار. عمليات جس الآبار، عمليات جس الآبار عبارة بعد أن يتم حفر البئر، بعد أن يتم حفر البئر، طبعا البئر هو نقطة وصولنا إلى التكوينات الموجودة تحت السطح، يعني هو حلقة الوصل إلى الصخور الموجودة تحت السطح. البئر عادة يحفر بمعدة، يعني أشيل الصخور من منطقة محددة حتى أوصل إلى التكوينات اللي موجودة تحت السطح. بعد أن يتم حفر البئر إلى عمق محدد تحت السطح، يتم عمل ما يعرف بـ well log أو جس الآبار. well log أو جس الآبار. well log عبارة عن معدات ربما تكون كهربائية، ربما تكون إشعاعية، تنزل داخل البئر. تنزل داخل البئر. يتم إطلاق موجة كهربائية أو موجة إشعاعية داخل الصخور. تعرف من تطلق أي موجة صوتية أو موجة كهربائية أو موجة إشعاعية داخل الصخور، هذه الموجات عادة تتوهن، تضعف، لأن الصخرة تقلل من شدتها، تمتص جزء منها وتنعكس. الجزء المتبقي من هذه الموجة اللي تطلق داخل الصخور تنعكس. اللوك هو عبارة عن جهاز بترانسميتر باعث وريسيفر، ترانسميتر وريسيفر. فهذه العملية تكون مهمة، تنطيني تسجيل عن البئر شلون جاي يتصرف مع الموجة الكهربائية، شلون جاي يتصرف مع الموجة الإشعاعية، شلون جاي يتصرف مع الموجة الصوتية. كل هذه المعلومات الكهربائية، سواء إلكتريكال أو نيوكلير أو سونيك، هاي كلها يتم تفسيرها بطريقة محددة، نوعية وكمية، وعلى أساسها يتم تقييم الصخور بما تحوي من ليثولوجي، من نفط، من غاز، من ماء، من المعادن المكونة للصخرة إلى آخره. عندي الكور درلينج سمول سلندريكال سامبل، كور سامبل of formation are recovered from well for information purpose. الكور سامبل بعد يعني تم حفر البئر، مو نحفر البئر، تنزل في معدات داخل البئر، طلع لي صخور من أعماق مختلفة، طلع لي صخور من أعماق مختلفة. من أخذ هذه الصخور من أعماق مختلفة وأجيبها للسطح، يتم عليها، يتم دراستها بالمختبر، يتم دراستها، نقيس الخواص مالتها، خواص صخرية، إيش قد مساميتها مثلاً، إيش قد النفط بيها، إيش قد تشبع النفط بيها، نشوف شنو نوع الصخور. يعني أنا أجيب صخرة من السطح فأقدر أفحصها بسهولة، أشوف شنو الصخور، منين متكونة، من يا معادن، شنو هي، هل هي صخرة رمل، هل هي صخرة من نوع اللايمستون حجر الجيري، هل هي صخرة من نوع طيني. يعني من تحصل على صخرة وتجيبها للسطح راح يسهل دراستها. ثلاثة، ستراتا تيست، فحص الطبقي. عندنا الفحص الطبقي، الفحص الطبقي أو ما يسمى بالويل تيست. عندي هذه بعد أن تبدي، أعتقد